السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة الياس الجزائري. في بداية الفيديو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش تتوصلوا بكل جديد. وهيا معنا باش نديركم جولة رائعة في محلات علي بابا للأواني المنزلية. في بداية الفيديو بديتوا بهذا المنظر الرائع لميناء ولاية بجاية، هو من أحد المناظر الجميلة المتواجدة في وسط ولاية بجاية. ننصح كل سياح اللي يجيو لولاية بجاية أنكم تزوروا هذا المكان الرائع والخلاب، سواء كان الصبح في الشروق ولا في المساء في الغروب، عنده منظر رائع. لذلك هيا الآن مع بعض يدا في يدا ورجل في رجل ندخلوا المحل علي بابا. كما راكم تشوفوا الآن هنا، مرحبا بكم في محل علي بابا الأواني المنزلية اللي جاي قدام المحطة البرية لولاية بجاية، اللي جاي قدام لاكاروتيال. في الطابق الأول، يعني في بريمير ايتاج اللي راكم تشوفوا فيه الآن، في هذا الجزء اللي يبيع فيه للسيرفيس تاع القهوة والحليب، يعني الفنجل تاع القهوة والحليب اللي يتبعوكم سيرفيس بالصحون تاعهم واللي يتباعوا وحدهم. حتى الأسعار معقولة وجد رائع، يعني محلات علي بابا من أروع المحلات الموجودة في بجاية. كما راكم تشوفوا كاين هذا النوع وكاين بزاف الأنواع، يعني راح تشوفوهم الآن في الفيديو. والناس اللي ساكنين بيان سور هنا في بجاية تقدروا تروحوا، يعني هو حقا تسمى روحه مدمر الأسعار. صح، هو مدمر الأسعار لأنه أسعار معقولة جدا ورائعة، ويدير سولد، يدير مسابقات، يدير أشياء جميلة. لذلك ننصحكم بمحلات علي بابا باش تحضروا هذا رمضان. شوفوا هذا السيرفيس تاع القهوة والحليب، هذاك اللي داير بلون الفوشيا واللي اللي داير باللون الابيض وحده، يعني رائعة جدا. حتى هذا السيرفيس تاع الاكل، يعني تاع الطباسة واللي بول تاع الشربة باش توجدوا لرمضان، سيدنا رمضان يدخلوا علينا بالصحة والهنا. لذلك ديريكسيون لبجاية وروحوا عند علي بابا مدمر الاسعار. فهنا في هذا الكوتي يتباع كل شيء مخصوص بال الكؤوس وليفيرين، هادو اللي راكم تشوفوهم، هذوك الصغارات باش ديروا ليموس شوكولا، اي حاجة يعني تسحقوها موجودة في هذه المحلات. لي طاس تاع الماء، طاسات تاع العصير، اي حاجة. حتى هذه الصينية شابة، يعني عنده يعني بيان سور مش كل اسعار معقولة، كاين اللي اسعار غالية ولكن هذيك الحاجة كي تلقاوها غالية تستاهل. يعني حتى هذو الكؤوس، عنده كؤوس 6 كيسان ب 15000، 6 كيسان ب 20000، 6 كيسان ب 30000، يعني عنده وانتي وحجم الكأس اللي تستحقيه. حتى هذوك تاع لي زيبيس، يعني اسعارهم معقول جدا ورائع. وعنده هذ الزجاجات، سواء تحبوا ديروا فيهم زيت الزيتون، زيت المائدة، المهم يعني عنده أشياء رائعة. شوفوا يعني الفيديو يتحدث عن نفسه، نخليكم شوية تشاهدوا شوية هذه المنتوجات ونعاود نرجع لكم. غيستي بونشي وقعدوا مع لا فيديو. المهم كما راكم تشوفوا وصلنا لاخر الفيديو. هذا هي جزء بسيط من محل علي بابا، هذا غير اللي موجود في قدام لاكاروتيير، وهذو فيديوهات يعني قديمه، يعني من سنه 2020، ولكن قريبا ان شاء الله يا رب راح نروح لولايه بجايه ونزور كاع محلات علي بابا، خاصه المحل موجود في اغيل عزوق. هذاك المحل رائع جدا وفيه كل شيء، لذلك ننصحكم بمحلات علي بابا تروحوا تزوروهم وتوجدوا لسيدنا رمضان، وتخليوا لي نصائحكم الحوايج اللي عجبوكم واش راكم توجدوا رمضان في التعليقات. في اخر الفيديو نشكركم بزاف بزاف على حسن الاصغاء والمتابعه. واش نقول لكم، الى عجبكم هذا الفيديو او نوعيه هذا الفيديو، نعرفكم على المحلات الموجوده في ولايه بجايه، سواء تاع الاواني وتاع الاقمشه وتاع الالبسه، خلوني رايكم في التعليقات. ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه اذا مازال ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس باش تتواصلوا بكل جديد، ودعموني بزر لايك وتعليقاتكم الجميله والرائعه.
وهذه هي يعني كل هذه الاشياء اللي شفتوها وهذا الجزء البسيط من المحل موجود قدام لا كاروتير، يعني هذا فقط جزء بسيط، لذلك انتم كي تروحوا وتشوفوا بعينكم يكون افضل وافضل. لذلك احنا رانا وصلنا لاخر الفيديو، خلوني تعليقاتكم الجميله ونشكركم بزاف بزاف ونقول لكم الى اللقاء، ما تنسونيش اللايك.